بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في شرح منهج الساينس جريد 4. النهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح السولار سيستم. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على اول حاجه في السولار سيستم، وعرفنا ان اول حاجه كانت ايه، كانت ذا صن. النهارده هنتكلم عن تاني حاجه اللي هي ذا 8 بلانيتس، وهنتكلم عن المونز، وهنتكلم على اذر سيليستيال بوديز. النهارده هناخد باقي كل حاجة في السولار سيستم إن شاء الله. نركز مع بعض كده ونبدأ بسم الله. أول حاجة في طبعا أو تاني حاجة في السولار سيستم زي ما اتفقنا الـ 8 بلانيتس. الـ 8 بلانيتس دول التمن كواكب اللي أنا اللي احنا مع بعض كده شايفينهم قدامنا دول. دي عندي هنا ذا صن، أول حاجة في السولار سيستم ذا صن. نمبر 2 زي ما اتفقنا، نمبر 2 هتبقى ايه؟ هتبقى 8 بلانيتس. طيب ايه هي الديفينيشن الخاص بالبلانيتس؟ يعني ايه بلانيتس؟ يعني ايه كواكب؟ بلانيتس يعني كواكب، بلانيت يعني كوكب. البلانيتس they are 8 dark bodies that revolve around the sun in fixed orbits. يعني ايه؟ يعني they are 8 dark bodies، يعني اجسام، 8 اجسام مظلمة، 8 اجسام مظلمة. هما بياخدوا نورهم من فين؟ بياخدوا نورهم من الشمس. That revolve around the sun يعني بيدوروا، revolve يعني بيدوروا around مين؟ around the sun. In fixed orbit يعني fixed orbit يعني في مدارات ثابتة، زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامي ده. اللي في النص دي، اللي في النص دي خالص دي the sun، واللي بيدوروا حوالي طبعا بس مش بيدور بالسرعة اللي انتوا شايفينها دي طبعا، بس احنا بنحط الرسمة دي عشان نتخيل الشكل بيبقى عامل ازاي، والبلانيتس بتعمل ايه، بتعمل ريفولف اراوند ذا صن ازاي. الفيكسد اوربتس اللي هي بصوا معايا كده الخطوط دي، الخطوط دي اللي بتدور فيها دي اسمها فيكسد اوربتس. فيكسد اوربتس مدارات محددة، مدارات ما ينفعش واحد فيهم يقوم طالع بره كده يلف على مزاجه يروح هنا يروح هنا، لا، كل واحد ليه فيكسد اوربتس اوربت بيعمل ايه، بيبدا يلف فيه بس ما بيخرجش عنه. يبقى تاني عندي نمبر 2 في السولار سيستم ايه، احنا خلصنا نمبر 1، عرفنا ان هي في السولار سيستم. نمبر 1 في السولار سيستم ايه؟ ذا صن. نمبر 2 البلانيتس، البلانيتس الديفينيشن بتاعها ايه؟ ذي ار 8 dark bodies that revolve around the sun in fixed orbits. يعني أجسام مظلمة دي كلها بتبدأ تدور حول الشمس في إيه؟ في fixed orbits، في مدارات محددة، الخيوط اللي احنا شايفينها مع بعض. طيب أسماء البلانيتس إيه بقى؟ ناخدهم كده مع بعض، ولازم لازم يتحفظوا بالترتيب، يتحفظوا بترتيبهم، ما ينفعش اقولهم كده باي حاجه وخلاص، باي ترتيب وخلاص. ليهم الترتيب بتاعهم، لازم يتحفظ بالترتيب على حسب هم مين الاقرب مين الابعد للصن. خدهم كده، اول واحده، اول بلانيت هنا، اول بلانيت القريب قوي للذا صن اسمه ميركوري. ميركوري ميركوري يبقى ده نمبر 1، يبقى نمبر 1 البلانيت نمبر 1 اسمه ايه؟ ميركوري. بلانيت نمبر 2 فينوس. بلانيت نمبر 3 ايرث، الارض اللي احنا عايشين عليها. بلانيت نمبر 4 مارس. نمبر 5 جوبيتر. جوبيتر بعد كده ساترن. ساترن بعد كده يورانوس، وبعد كده نبتون. الترتيب ده لازم يتحفظ. نقولهم تاني كده مره تانيه، ميركوري فينوس ايرث مارس. ميركوري فينوس ايرث مارس. جوبيتر ساترن، جوبيتر ساترن، يورانوس نبتون. كمان مره، ميركوري فينوس ايرث مارس. ميركوري فينوس ايرث مارس. جوبيتر ساترن، جوبيتر ساترن، يورانوس نبتون. في عندي طريقتين بعمل ارينج للبلانت من خلالهم. نمبر 1
planet are arranged according to their distances from the sun. يعني هرتب ال planets على حسب ال distance. distance دي اللي هي المسافة، المسافة أو البعد ما بينهم وبين ال sun. من ال nearest to farthest، يعني من الأقرب للأبعد. هبص كده، مين أقرب planet للشمس؟ مين nearest planet to the sun؟ مين؟ طبعا هنا أول حاجة هتبقى مين؟ الميركوري. مين farthest planet؟ هتبقى طبعا مين؟ هيبقى نبتون. يبقى لازم نكون حافظين الترتيب كويس قوي. أول حاجة، أول planet يعتبر nearest planet to the sun هيبقى طبعا مين؟ هيبقى الميركوري. الترتيب ده لازم يتحفظ كويس جدا، لازم يتحفظ كويس جدا. يعني لازم تعرف ازاي ان انت اول ما اقول كلمة بلانت تبقى عارف الترتيب ده: ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، يورانوس، نبتون. على طول ابدا اقولهم ورا بعض بنفس الترتيب. لكن انا ما اقولش لما اجي اسالك على البلانت تقوم تقول لي لا ده ساترن، مارس، جوبيتر. لا، لازم الترتيب يتقال بنفس الترتيب اللي هم موجودين بيه كده. نمبر 2، planet are arranged according to their sizes، على حسب الحجم: biggest to smallest. انا هبص كده، مين البيجر هنا او biggest planet؟ biggest planet هتكون مين؟ هتكون طبعا جوبيتر. جوبيتر يعتبر ايه؟ biggest planet. طب اصغر حاجه smallest هتكون ايه؟ الميركوري. يبقى عندي الميركوري عندي ليه حاجتين بيميزوه. اول حاجه ان هو ايه؟ nearest planet to the sun. وكمان ايه؟ وكمان يعتبر ايه؟ smallest planet. يبقى نفتكر كده ميركوري، عشان دي حاجات دي هتجينا في الامتحان، ابقى عارف الميركوري نمبر 1 اللي هو ايه؟ هيكون nearest planet to the sun، اقرب كوكب للشمس. لكن برضو حاجة تانية، الميركوري بيعتبر ايه؟ بيعتبر smallest planet. يبقى الترتيب ده يعتبر الترتيب arranged according to their sizes، يعني على حسب الايه؟ على حسب حجمهم. اول حاجة خالص الكبير خالص مين؟ the biggest ده مين؟ جوبيتر. يبقى جوبيتر هيبقى ايه؟ biggest planet. طب ترتيبه نمبر كام؟ 1 2 3 4 5. خلاص كده، يبقى عندي هنا جوبيتر، ساترن، يورانوس، نبتون، ايرث، فينوس، مارس، ميركوري. ده على حسب الايه؟ على حسب ال طبعا الايه؟ سايز. لو بصينا دلوقتي مع بعض هلاقي ان كل بلانت ليه حاجه مميزه، ليه يعني صفة مميزة للبلانيت ده. لو بصيت لبلانيت، أول بلانيت عندي اللي هو قلنا عليه إن هو nearest planet to the sun اللي هو الميركوري. ميركوري الحاجة اللي بتميزه إنه the nearest planet to the sun، أقرب كوكب للشمس. بعد كده أشوف اللي وراه على طول فينوس، the most beautiful planet. بعد كده أشوف earth، the planet where we live. بعد كده مارس دايما بيسموه الكوكب الأحمر، the red planet. ليه؟ due to the presence of the iron metal in its rocks، يعني عشان الصخور بتاعته، الصخور الحديدية الموجودة عليه بتديله اللون الأحمر. بعد كده طبعا عندي الجوبيتر. جوبيتر من غير ما نقول كده شكله ايه، أكتر حاجة هتميزه ايه؟ ان هو the biggest planet. اهو باين قوي قوي ان هو the biggest planet. طيب ساترن برضو هبص فيه كده من غير ما اقول، هبص كده ايه اللي بيميزه؟ بيميزه وجود ايه؟ rings. شوف ازاي rings اللي بتدور حوله دي. يبقى ساترن has colored rings rotating around it، يعني عنده حلقات ملونة بتدور ايه حواليه، زي حاجة كده، شايفين المنظر ده؟ يبقى دي اكتر حاجة مميزة للساترن. بعد كده يورانوس the coldest planet، اكتر planet بارد جدا. ليه؟
هبص كده شوف الشمس فين وهو فين، بعيد قوي. فعشان كده يورانوس يعتبر the coldest planet، اكتر كوكب بارد. نبتون طبعا بيقولوا عليه الكوكب the blue planet، the blue planet، يبقى النبتون. يبقى كده دي كل البلانيت اللي قدامي، كل بلانيت منهم ليه صفة واحدة مميزة قوي. ليه؟ ميركوري nearest planet to the sun، فينوس the beautiful planet، earth the planet where we live، مارس the red planet. يبقى مين red planet؟ مارس. جوبيتر the biggest planet، ساترن في ايه has colored rings rotating around it، يورانوس coldest planet، نبتون the blue planet. دلوقتي بقى هيبدأ يجي دوركم انتوا بقى معايا، هنبدأ كده نفكر مع بعض ونشوف من الشكل اللي قدامي، من شكل البلانت البلانتس اللي قدامي. The nearest planet to the sun is nearest planet to the sun. مين nearest planet to the sun؟ أبص كده للبلانتس دي كلها، مين nearest planet to the sun؟ طبعا هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ هيكون طبعا الميركوري. بعد كده the farthest planet from the sun، farthest planet to the sun، أبعد حاجة، أبعد planet from the sun، هيكون مين؟ هيكون مين؟ هيكون طبعا زي ما احنا شايفين كده، هيكون مين؟ هيكون طبعا ايه؟ نبتون. the biggest planet، the biggest planet، بص كده مين ال biggest؟ بص كده في كل البلانتس اللي قدامي دي، كان مين ال biggest planet؟ طبعا كان الجوبيتر. The smallest planet، smallest planet is، احنا قلنا كان في واحد من البلانتس كان smallest planet وكان nearest planet to the sun، طبعا هيكون الايه؟ الميركوري. الميركوري. The nearest two planets to the sun are، اقرب two planets to the sun، اقرب اتنين هيكونوا مين ومين؟ ها هيكونوا مين ومين؟ هيكونوا طبعا الميركوري والفينوس. ميركوري وفينوس. بعد كده earth lies between، يعني الايرث هنا عندي بتكون بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ ما بين طبعا فينوس، وبين مين؟ بين المارس. طبعا انا مش هعرف اجاوب ده الا لما اكون كويس حافظ قوي ترتيبهم، حافظ خالص ترتيبهم. اول واحد ميركوري، فينوس، ايرث، مارس. ميركوري، فينوس، ايرث، مارس. جوبيتر، ساترن، جوبيتر، ساترن، يورانوس، نبتون. يبقى لازم نكون حافظين الايه الترتيب ده، لان هنعرف بعد كده ان احنا نجاوب اي اسئله، مين الاقرب مين الابعد، الحاجات دي، الايرث بين مين ومين، الحاجات دي كلها هعرفها لما اكون حافظ الترتيب. يبقى الترتيب ده مهم جدا. هشوف بعد دلوقتي نمبر 3 في السولار سيستم. احنا خدنا خلاص نمبر 1، قلنا عليها مين نمبر 1 في السولار سيستم؟ كانت ذا سان. نمبر 2 عشان نفتكر مع بعض، في السولار سيستم كان الايت بلانيتس. نمبر 3 المونز، نمبر 3 المونز. مونز هي ايه؟ they are followers of the planets and revolve around them، يعني هي توابع للبلانيتس وبتدور ايه؟ بتدور حولها، زي ما احنا شايفين في شكله قدامي اللي في النص دي الايرث. ومين اللي بيلف ويلف ويدور around the earth؟ طبعا المون. البلانيتس كلها، كل بلانيتس من الايت بلانيتس اللي خدناها، كل بلانيت واحدة ليها مجموعة من المونز بتدور حولها. احنا بنتكلم بس عن المون بتاعنا احنا، قمرنا احنا، الارض. الارض ليها كام مون؟ ليها واحد بس، ولا احنا بنبص في السماء كده بنشوف كذا قمر؟ لا، انا ببص في السماء اشوف قمر واحد بس، مون واحد بس. لكن باقي البلانيتس، كل بلانيت واحد ليه مجموعة من المونز اللي بتعمل ايه؟ بتبقى ريفولف اراوند زين، بتلف حواليها. يبقى مرة تانية مونز، in definition للمونز الأقمار، they are followers of the planets and revolve around them، زي ما احنا شايفين كده هنا اللي عندي دي الأرض، الأرض اللي احنا عايشين عليها، واللي بيلف ويلف
revolve around the earth، ده يعتبر ايه؟ يعتبر مون. وصلنا لنمبر 4. في نمبر 4 دي اللي هي السليستيال بوديز، خدنا طبعا في السولار سيستم نمبر 1 ذا سان، نمبر 2 8 بلانيتس، نمبر 3 المونز، نمبر 4 دلوقتي اللي وصلنا لها واخر حاجه اللي هي سليستيال بوديز. السليستيال بوديز دي اللي هي الاجسام اللي بتدور ما بين البلانيتس، وفي موجوده في اليونيفرس بتتحرك في الفضاء. يعني هم اربعه بس، المفروض ان احنا نعرف بس اسمائهم، ده المطلوب مننا فيه ان احنا نعرف بس اسمائهم. نمبر 1 asteroids، asteroids. number 2 meteors، meteors. number 3 meteorites. انا عارفه في ممكن يبقى في لخبطه بين meteors وmeteorites في ان انا اعرفهم يعني. number 4 هتبقى عندي الكوميتس، يبقى مره تانيه عندي asteroid، asteroids، وفي عندي meteors، وفي عندي meteorites، وفي عندي comets. كل اللي مطلوب بس ان انا اعرف اسمائهم. قبل كده كان في السنين اللي قبل كده كان في ان انا لازم ابقى عارف شرح بسيط لكل حاجه فيهم. السنه دي احنا مش مطلوب مني ان انا اعرف غير بس يا دوب اسمائهم. grade 4 قبل كده كان ان انا المفروض ان انا اعرف حاجه بسيطه عن كل حاجه فيهم، النهارده بس انا كل اللي انا اعرفه اسمائهم فقط، مش اكتر من كده. دلوقتي بقى هبدأ اخد كل حاجة في lesson 1 باختصار كده ونجمعها في الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الجدول اللي قدامي ده بنشوف ايه الفرق بقى ما بين الستارز والبلانتس والمونز، كل حاجة فيهم. احنا طبعا خدنا كل حاجة بالتفصيل، دلوقتي عايزين نحطهم كلهم كده قدام عيني عشان اعرف الفرق ما بينهم. اول حاجة هنا هبص اشوف الستارز، they are shining bodies، اجسام مضيئة، لكن البلانتس والمونز طبعا they are dark bodies، والمونز they are dark bodies. يعني مين فيهم بس اللي شايننج؟ تمام كده، بس الستارز هي اللي شايننج bodies. يعني اول ما يجيني في scientific term they are shining bodies اعرف ان ده دول الستارز. او يجيني مثلا true or false مثلا الستارز dark bodies، طبعا ده غلط لان الستارز طبعا shining bodies. نيجي تاني حاجة، stars they emit heat and light، بيشاع ضوء وايه وحرارة. طب البلانت والمونز هنشوف الفرق ما بينهم دلوقتي وبالراحة كده عشان ما نتلخبطش. في البلانتس، بلانتس يعني الكواكب، they don't emit heat and light، يعني ما بيشعوش ضوء وحرارة، ما بيحصلش ما بيشعوش ضوء وحرارة. المونز زي ريفليكت، ريفليكت يعني بيعكس، كلمة ريفليكت دي هناخدها ان شاء الله في جريد 5 بالتفصيل طبعا. المونز زي ريفليكت ذا سان لايت فولينج اون ذيم، كل اللي عليهم بيعكسوا ضوء الشمس اللي بيسقط عليه، لكن هما يعتبروا ايه؟ دارك بوديز. يعني لما نشوف القمر في السماء منور يوم 14 ما نقولش القمر ده منور، لا ده هو كل اللي بيعمله reflect the sunlight falling on it، يعني هو كل اللي بيعمله ان هو بيعمل reflect the sunlight بس. كل الضوء الجميل الابيض اللي احنا بنشوفه ده ما هو الا انعكاس لضوء الشمس اللي ساقط على القمر، خلاص. لكن القمر ايه؟ dark bodies. طب والبلانت ايه؟ برضو dark bodies. نيجي تالت حاجة هنا، they rotate in space، الستارز بتعمل ايه؟ rotate in space، بتحرك فين؟ في الفضاء. البلانتس، البلانتس احنا خدنا ال 8 بلانتس بيحصل لها ايه؟ they rotate in space around mean around the sun، بيلفوا فين؟ around the sun. طب المونز بقى، المونز هيلفوا they rotate in space around the planets، يعني المونز بتلف فين؟ around planets. طب والبلانتس بتلف فين؟ around the suns، sun اللي هي تعتبر stars طبعا من ضمن الستارز. يبقى دي
طبعا هنا اخر حاجه اللي هي الستارز، ده طبعا زي السن، والبلانتس الاكزامبل بتاعها زي الايرث، والمونز طبعا المون بتاعنا اللي احنا بنشوفه في السماء. ده كده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا ريت نذاكر كويس قوي الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده، يتذاكر كويس جدا، ده فيه اختصار كل حاجه. نذاكر كويس قوي برضو اسماء البلانتس، ما تلخبطش فيها، ترتيبها، ترتيبها من الاقرب للشمس من البعيد عن الشمس، دي كلها تتذاكر كويس جدا. بيجي فيها اسئله كتير، ويعتبر ده يعني يونت سهل جدا وبسيط، ومش محتاج ان احنا نخسر درجات في حاجات بسيطه زي دي. تمام. كده بشكركم لمتابعه الفيديو للاخر، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبنا الفيديو قدرت ان احنا ندوس لايك ونعمل سبسكرايب ونفعل زرار الجرس. شكرا لكم.